حميد الشاعري ملحن وموزع موسيقي ليبي من أم مصرية، أرسله والده في بداية الثمانينات لدراسة طيران في بريطانيا، لكن حميد كان ينفق مصروفه في الاستديوهات الغنائية في لندن. عاد إلى القاهرة دون أن يكمل دراسة الطيران، إلا أنه أحضر معه تقنيات الصوتيات وتوزيع الألحان من أوروبا، وبدأ بالتردد على شركات الإنتاج المصرية محاولاً تقديم الأغاني برؤية مختلفة. وجد صعوبات بالغة في تقبل المنتجين ما كان يقدمه. تبنته شركة سونار للإنتاج الفني في البداية وأنتجت له ألبوماً غنائياً. فشل ألبوم حميد الأول فشلاً ذريعاً، إلا أنه لم يستسلم وقرر المتابعة بتوزيع الموسيقى. في نهاية الثمانينات تحول حميد إلى أيقونة شبابية لجيل ذاك الوقت. عمل على تلحين أغلب أغاني فناني الثمانينات والتسعينات، وساهم في تنجيم أسماء لا زالت لامعة حتى يومنا هذا، منهم إيهاب توفيق، مصطفى قمر، وعلاء عبد الخالق. وكانت تلك الأسماء نجوم الساحة الشبابية بلا منازع بسبب ألحان حميد. خش يا درس خش. حميد بقول لك أنا بفكر في أغنية جديدة. عايز إيه من العجم يعني؟ تم معجمة الشاعر وجيله بشدة، واتهمه النقاد بإفساد ذائقة الناس الموسيقية. تابع حميد بتقديم ما يقدمه من ألحان، وواصل التعاون مع أسماء جديدة مثل حنان ومنى عبد الغني وهشام عباس، ثم تعاون مع عمرو دياب وشارك في أبرز ألبوماته من العام 88 حتى عام 99، وهي الفترة التي شهدت تربع عمرو دياب على عرش الأغنية الشبابية. يعتبر حميد من الشخصيات المحبوبة من قبل زملائه، ولا زال يكتشف المواهب الجديدة حتى الآن، ولكن ليس بزخم التسعينات والثمانينات. شاركنا برأيك، هل كان حميد الشاعري سابقا لجيل عصره، أم أنه أفسد الأغاني فعلاً؟